إذا كانت حضانة الطفل لدى أمه المطلقة إذا كانت إيش؟ حضانة الطفل لدى أمه المطلقة فهل يكون الطفل لدى أمه طوال اليوم أم للأب نصيب من ذلك ذكر اليوم؟ ذكر الفقهاء أنه يكون عند الأم بالليل عند المبيت ويكون عند الأب في النهار من أجل أن يربيه ويدرسه ويلازمه فيكون عند الأب في النهار وعند الأم في الليل في المبيت. نعم أحسن الله إليك. يقول أيضا إذا كان الأب يعمل في بلد آخر هل تكون الحضانة له؟ هذا ذكر الفقهاء إذا نوى أحدهما إلى سفرا إلى بلد آخر للإقامة فإنها تنتقل للأب. إذا كان اللي بيسافر الأب ينتقل معه الطفل، وإذا كان اللي بيقيم الأب والأم تسافر تكون للأب لأنه أحرص عليه وأصلا له من المرأة. نعم.